هلا والله شباب، اخباركم؟ مساكم طيبين، كيف الاحوال شباب؟ معكم سلمان again، ثالث فيديو نزله في اليوم، ثالث فيديو على ما اظن. اخباركم شباب؟ وش من زمان عنكم؟ صنطني ننزل الفيديوين اليوم. وش كنت اقول؟ انتقل الفيديو، دائما اقول وش كنت بقول او نسيت وش. بكرة يوم ميلادي شباب، مبروك. بكرة يوم ميلادي، لا حد يقول لي حرام أو أني أنا قلت يوم ميلاد مو بعيد ميلاد، في فرق كبير. إن شاء الله يعني بكرة أهلي، إن شاء أهلي، يا الله على اللهجة، أهلي إن شاء الله يفاجئوني بشيء يا رب. يعني فجأة مو يعني لحد أو مو إيش دخل يعني مو بهدية، يعني إن شاء الله يفاجئوني بشيء، يعني ألا طلع يعني. يعني صراحة أنا صار لي الحين يومين تاكل في الغرفة، ما أطلع 24 ساعة، قاعد أسوي يعني كومنتريز وفيديوهات. أنا الحين يعني في غرفة الأوتيل، أنا الحين في جنيف، وتخيلوا شباب يعني طلبت منهم نت بس عشان انزل فيديوهات عشانكم، فياريت شباب تحطون لايك صراحة، لاني قاعد اتعب عشانكم، يعني قاعد اتعب عشان انزل فيديوهات لكم، مو انا انزل فيديوهات لي، انزلها لكم تستانسون تستفيدون، قل اللي تبي، بس ياريت يا شباب انكم تحطون لايك وفيفورت لانها مرة تساعد. شوف اللقطة هذي، شوف الحين تربل كليفيد 1 2 3 بام. اوكي. شوف هذا النشبة، يعني بين كيلر صراحة، 5 ساعات بين كيلر من اول ما دخل جيم بين كيلر. حبيت اتكلم عن او ابغى اتكلم عن الحساب اللي سويته في اسك شباب، ما تجيني اي اسئلة، وكل الاسئلة تجيني في الكومنتس، يعني بعض الاسئلة ما ارد عليها، اقول يعني لاني بسوي فيديو وارد عليها، ف اي سؤال عندك راح الاسك، انا حاط اللينك، راح اسالني هناك وانا راح اجاوبك، واذا ما جاوبتك اعرف ان انا بجاوبك، يعني بحط لك بكتب في الجواب ان انا راح ارد عليه في فيديو او كومنتري، فلا تستعجل. وفي كثير يسالوني ليه لغه الشريط حقك بالايطالي او يعني بلغه غربيه، واحد قال لي لغة غربية، حسيت انه اغنية مو بلغة. ليه؟ لاني انا عايش في ايطاليا، و 60 ألف بليون دولار قلت لكم. قلت لكم هذا الشيء، يعني ذكرته في كذا فيديو، اني انا مو في السعودية، انا في ايطاليا. يعني في بعض الناس يعرفون، في بعض الناس ما يعرفون، بس انا حسيت انه في كثير ولاحظت انه في كثير ناس ما يعرفون. انا عايش في ايطاليا لان الوالد يشتغل هنا، وبقول لكم قصة حياتي اني انا اسمي سلمان، انا شو اسمه، يعني من ثاني ابتدائي وانا يعني برا السعودية، عايش طول حياتي برا السعودية، مو يعني ان كذا يعني بكيفي، لا، لان شغل ابوي يعني كان لازم يكون برا السعودية. بدأت أنا ثاني ابتدائي في لبنان بيروت، عشت فيها 4 سنين حتى خلصت صف رابع، عدت أنا صف رابع مرة ثانية لأني غيرت مدرسة على آخر سنة، قالوا لازم نرجعك سنة وكذا وما أدري وش، يعني قال أبوي خلاص يعني وش نسوي، ما يعني ما نقدر نسوي شيء، فرجعني سنة، عدت رابع مرة ثانية. بعدين يوم 2006 يعني كذا على النهاية، بعد ما خلص كأس العالم بعشر أيام كذا تقريبا، اللي زيدان نطح اللاعب الإيطالي، وأنا معجب زيدان وأموت فيه، نهومو. بدأت الحرب في لبنان، فاحنا قعدنا يعني تخيل أسبوع يعني يعني تحت الانفجارات وهذه، ما جانا شيء يعني في منطقتنا، بس نسمع الأصوات.
تخيل يعني قاعد ألعب كورة وأسمع انفجارات، يعني والله إني فلة. حسيت مشكلة صغيرة يعني مو كبيرة، صف رابع يعني تقعد تقول بازر تاني صغير. يعني ما كان ما همتني، كنت أبغى يعني أقعد هناك لأن ما أبغى أترك الوالد. أنا تخيل تركنا الوالد لأن شغله لازم يعني يكمل، ما يطلع من لبنان إلين من تقول السفارة إنك لازم ترجع السعودية أو تطلع من لبنان. فاحنا يعني طلعنا بعد يعني بعد يوم من الحرب، يعني كملت يوم هي، واليوم الثاني احنا طلعنا، وهي كملت يعني شهر يمكن تقريبا او ما ادري. بعدها رحنا عشنا في السعودية يوم عفوا سنة، وش اليوم عشنا في السعودية سنة، بعدين رحنا لألمانيا وقعدت هناك سنتين الحمد لله. يعني كانت أنا كنت يعني في مدرسة إنجليزية في عفوا مو أمريكية قصدي في لبنان، فيعني كانت عندي يعني عندي باك جراوند عن الإنجليزي. يوم رحت ألمانيا ما جاتني صعوبة في الإنجليزي لأن دخلت مدرسة يعني انترناشونال، فكان كل شيء بالإنجليزي. برضه يعني يوم رحت السعودية كانت مدرستي برضه انترناشونال، مدرسة المنارات العالمية اللي يعرفها في الرياض، اللي أنا من الرياض أكيد يعني أغلبكم يعرف المدرسة، مو بالأهلية العالمية، في فرق. العالمية كل شيء بالإنجليزي، يعني تخيل حتى الدين بالإنجليزي بس عندنا حصة عربي وقرآن. هذا يعني شيء حلو لو يسوونه الحين عندي أنا أحسن، لأن لغة الإنجليزي الصراحة هي أول لغة يعني في العالم، وتشوف يعني قليل اللي يعني يتكلموا إنجليزي أو يفهمون إنجليزي، بس مو مشكلة. فبعد ما خلصت يعني من السعودية رحت لألمانيا قعدت فيها سنتين، بعدين انتقلت هنا لإيطاليا. الحين صار لي الحين تقريبا سنتين في إيطاليا، وما أدري يعني كم باقي لي. هذه بس يعني حياتي خلصت. ليه أنا هنا في جنيف؟ لأن إجازة، ما يعني إجازة الصيف، طالعين جنيف. جنيف يعني من المدن يعني الفلة، والصراحة يعني مليانة عرب، تقابل يعني أي مضاربة تديك فزعت. لا هذا مش الحياة اللي كلها مضاربة. يا شباب انا بغير الجيمر تاج حقي وبغير اسمي في التويتر، وهو نفس الاسم على السكايب. شباب اللي يبغى يراسلني يعني اكثر واكثر فيت يجيني او يعني يسوي لي اد في السكايب ونسولف متى ما بغيت يعني، ونتفاهم اذا انت حاب يعني مساعدة او اي شيء مني انا راح اساعدك في اي شيء. اللي يبغى مساعدة يعني في السبسكرايبرز يا ريت يعني يرسل رسالة، وإن شاء الله أنا راح أسوي المستحيل عشان أساعده. في عندي واحد أو صديق صار صديقي يعني اليوم رسلني رسالة، هو يعني صراحة شخص فلة وشخص يعني فلة بمعنى الكلمة وكفو. اسمه يعني في اليوتيوب from KSA 11. شو اسمه يعني رسل لي قال انا لاحظت ان عندك يعني 600 سبسكرايبرز و يعني ما عندك باك جراوند يعني خاص فيك، فقال انا سويت لك باك جراوند يعني ان شاء الله يعجبك. سوى لي باك جراوند يعني زي ما انتم شايفين الحين في الباك جراوند حق الشانل حقي جديد توني حطيته اليوم. سوى لي هو هذا انا بحط الرابط حقه، وحطيت رابط حقه في الشانل حقتي، وهو قاعد يشتغل على لوجو وقاعد يشتغل ايضا على باك جراوند جديد. فيا شباب سوونا سبسكرايب واشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله، ومع السلامة، اموت فيكم شباب.